يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى فالهوى وزال فتانا. كل يوم أنا ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آثار موته. يا نفس مالي وللأموال أجمعها خلفي، أجمعها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. أيها الإخوة المؤمنون، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، يا من كلمتك قطعة اللحم بعد ذبحها وشويها وقالت: يا رسول الله لا تأكلني فإني مسموم. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش الآن مع دقة الأداء وروعة التلاوة مع القارئ الذي أعطاه الله مزمارا من مزامير آل داود، مع الصوت الذي يسمع في ملكوت السماوات والأرض فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، والذي تربى في بيت عشعش في جدرانه القرآن الكريم والدا وإخوة. فليتفضل مشكورا. الله يفتح عليك يا عم، عاوز ايه بس قول. محمد سلمه شخصيه ادعوهم ليه؟ مفيش قول. الله من الشيطان الرجيم. يا هادي يا رب. بسم الله الرحمن صلى على النبي. هو الله الذي لا you
الله أكبر. الدنيا الله الدنيا مين؟ دي ودي دي ودي الطلاق. الله يكيني. أيوة كده. نعم. الله. 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 سيد. الله. نعم. يا شيخ سبحان الله عما يا ميسر يا رب. الله الله. كل كم سنة على ما يشوف. لو أنزلت حالك يا رب. أكبر. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يلمى الشغف القلوب ما تغيروش. انت طرح حساس وابو انور هو الاساس. اذكر الله. ما فيش مفر. حظك كده. هو الله الذي لا متقن. كل اللي حظك ان كل اللي حواليك سميعه هتدي فيهم ازاي يا استاذ. هو الرحمن الرحيم. رحمن الدنيا ورحمن الاخره. انا عاوز دي آلة الشحات فقط. الوريه فقط. هو الله Yeah.
الله 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 النبي كمان يا عم شيخ الله ملء السمع والبصر النبي يا شيخ محمود الله عليك يا عم شيخ محمود الله يفتح عليك يا شيخ محمود كمان يا شيخ محمود ربنا يبيض وجهك يوم تبيض وجوه يا عم شيخ محمود زول الله شيخ سيد نعم الراجل ده مش مصحصح معانا ليه؟ لا ده مصحصح خالص اهو جدع معانا شويه الراجل على الاخر نعمل فيه اكثر من كده الله يفتح عليك الله 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 كتر من حاجات كتر من دول كتر مش دول كل ده حب الله والله حب من الله الله خليك مع الله هو ايه خليك مع الله خليك مع الله الله يرحمك يا ابو انور دعوه غاليه والله الله الله شيخ محمود الله يا حاج الله اكبر عسل الله اكبر الله اكبر 100 100 والله الله صيح صيح الله الله رحيم الله ابو انور يا ابو انور يا متمكن رحيم كمان ونعم الاداء يا شيخ محمود والله الله اكبر الله اكبر مين اللي زيك مين يا ابو انور يا نور العين صلي على النبي تطور مفاجئ والله النهارده تطور مفاجئ سبحان الله تعالى شحات اللي بيقرا والله صيدلية فيها كل النوادي.
الطعميه فيها كل المواد. الواحد لو دخل على دواء اي مكان في الدنيا يلاقيه عند الشيخ الشحات محمد انا الله يرحمه الله يرحمه وحياه حضره غير امر وحياه حضره النبي كمان مره الله يرحمك يا ابو امر يا متغربل يا شيخ محمود هو الرحمن الرحيم فيها جفلة حلوة كمان نجيب الشيخ علي كمان بتاعتنا نجيب الشيخ علي محمود يسمع حي الله ارحمه الله يا اخي الله هو حيرتنا يا عم الشيخ محمود ربنا يبارك فيك يا شيخ محمود ويزيد فضله عليك ايه الجمال اللي انت فيه ده يا عم الشيخ محمود اللهم صل على النبي ليله من العمر كبير 360 درجه النهارده كبير خالص 90 ايه ده يا اخي انت ما كنتش قاعد بالصف الله يا حاج صلاح مش هتروح حضرتك العمده ايه ده معانا كده مش هتقول لك خد مقصيب ويا حبيبي حضره عمده بيلتك زي العسل بالصلاه على حضره النبي تجمح الله اكبر يا حلاوه نعم 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 الله سلام يا ابو انور انا مش عارف اقول حاجه السلام كمان كمان اطلع فوق كمان السلام الله السلام انا وتعالى السلام مؤمن Yeah.
الله الله شيخ محمود طاهر والله والله المطاف طاهر الله 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 أكبر الله يرحمك يا ابو عمرو يا شجر التفاحة تطرح ايه ذرية بعضها من بعض سبحان الله عما الله الله عين عليه الله عايز اضيع الله يا مت انت ممتع سبحان الله وعما يجرون يا شيخ محمود كمان والنبي الله يخليه من ارزق الله 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 يا سيد وسبح له ما في السماء الله يا ابو عمرو الله يا ابو عمرو الله 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 ربنا يرضى عنك نشوفك بسم الله الرحمن الرحيم مش هسيبك ادي اللي انا عايزه لو ظبط لبكره بسم وحياة حضرة النبي عايز البسملة بتاعش مبارك من الجنة وانت عليك بسم الله الرحمن صلي على الحبيب قلبك يطيب بسم الله لا محمود كده يا ابني متابع الله اكبر متابع على الاخر يا عم انا مريض بقالك شحات والله الله يفتح عليك هتعالجنا ولا هتسيبنا بسم الله الرحمن الرحيم لوحديه ايوه بسم مش هسيبك فيه هو الله خالق البارئ كمان كمان يا شيخ محمود شيخ محمود انت فوق الوصف والله فوق الوصف والله انت النهارده فوق الله يا اخي بعد اذنك يعني ما دام سبتيه يجيب فطريق والله لو تجرمت ما تدخلش عليا نسجى ما يخرب ديني الله اكبر هو الله الخالق البارئ يا رب مش عايزك هو الله الخالق البارئ المصور يا عم الشيخ محمود انا مش عايزك تنقط عسل عايزك تروي يسبح له ما في السماوات وهو العزيز الحكيم سبحان الله تعالى سبحان الله تعالى على المدرسه الله الله الله
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ابو انور وبس. الله كمان يا شيخ ابو انور بس. الله ابو انور فخط لا غير. لا الله يرحم الشيخ مصطفى اسماعيل لو كان حيا لجاء يعني ماشيا ليسمع. الله وانت حين اليوم يا الله. الله 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 بسم الله يا عم بسم الله الرحمن الرحيم. أيا أحسب أن ألم نجعل له عينين. الله 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 يكرمك ربنا يصلح حالك يا رب ويروق ولسانه والله هي دي يا اخي. اي والله الا ربنا وجعلنا من الذين يسلمون ويقومون فيتبون احسن صدق الله العظيم. وبعد اخوات الهدى والاسلام عشت سويا في محاذ القران الكريم تابع على مسلم قال انفاض وقال يدور على المسلمين وأبناء قريش المحمود الشحات محمد أنور القلوة المكتب مهدين في القاهرة قلت على مسامة حضراتكم الأدب والأدب والدعاء والتعليم وعرف محمد السلام وولد ولد محمد السلام في فرع تليفون 66336 شركة العمالة والأربعية لصاحب الحج شيخ تمام
الى المهندس ابراهيم امام في مدينه سيدي الهويه. الخدمه الممتازه تطلب من طاقه صلاح في مدينه سيدي الهويه. لقد علق مالح المخازن خراج الذهبيه الكبرى والنصر بيصل بالنقل على مستوى جمهوريه مصر العربيه تحت ضغط لجنه تنفيذ العام. وطن الايمان والاسلام رحم الله وطن ابوتاكم وانا اردت الله وكرمه يا عزيزي عليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.